الفيديو ده للرجال فقط، يعني المدمزلات، الستات، الناس اللي مش متجوزين، الناس اللي سنهم تحت ال 25، تفضل سكرول الفيديو لان الفيديو ده مش ليك خالص. خلاص قمت مشيت، خلاص الانسه اللي قاعده هناك مشيت، خلاص قلبتوا الفيديو، ما قلبتوش يلا مش مشكله، ما علينا. يلا بقى كوكب الرجال المحترمين، يتفضلوا يا جماعه كده تعالوا لي بالفنانات الحمالات عشان هنقول كلمتين مهمين جدا بعيد عن الستات. متفقين؟ لا حياء في العلم، لا حياء مع فيجو. كلنا كرجاله عارفين الضغوط اللي بنتعرض لها بره البيت وبالتالي بتاثر علينا جوه البيت. المهم انا جاي اعمل لكم سلسله جديده اسمها الاعشاب الجهنميه لعيشه هنيه، بس خد بالك من الزياده السكانيه. يلا بينا نبدا، يلا بينا. عايزك بقى تركز معايا كويس قوي في اللي انا ماسكه في ايدي ده، علشان بعد الفيديو انت وارد تدور عليه وتسافر له من مكان لمكان علشان بس يبقى معاك حته قد اللي في ايدي دي. اللي انت شايفه ده للنظره الاولى يبان لك ان هو حته خشب ناشفه او اي حاجه كده مرميه في الارض، لكن اللي انا ماسكه ده هو واحد من اقوى الاعشاب المضاده لضعف الرجال. تعالى اعرفك على الاستاذ شرش الزلوع. هم بيقولوا عليه شرش الزلوع او الزلوع، هو تحسه كده زلوع في نفسه مالكش دعوه باسمه. المهم ان هو بيتزرع في بلاد الشام وبيتزرع في مصر في مرسى مطروح، هتلاقيه عند العطارين الكبار او العطارين الوسط. العطارين الصغيرين لا، شرش الزلوع اكتر حاجه بتميزه ان في مجموعه مواد بتفتح الشرايين وبتوسع الاورده الدمويه. شرش الزلوع له تاثير كبير جدا على ضعف الانتصاب عند الرجال. علشان تستخدم شرش الزلوع هتجيبه من عند العطار زي ما انت شايفه قدامي كده، وهتجيبه وتجيب الشاكوش وتدقدقه بيه شويه، وبعد كده تحطه في المطحنه لغايه ما يبقى شبه الشاي، وهتعامله معامله الشاي بالظبط، معلقه شاي على كوبايه ميه سخنه، تسيبه يغلي سنه او تعمله كشري زي ما انت عايز، وبيتاخد مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل قبل الفطار على معده فاضيه. انت ممكن كمان تطحن شرش الزلوع وتقلبه على العسل وتاخد منه معلقه كده على الريق. ممكن تاخده وتطحنه وتنقعه في ميه وتشرب المنقوع ده تاني يوم الصبح. خد شرش الزلوع وادعي لي. يعني باختصار بدل ما تمسع العريس بحاجه من الصيدليه، مس عليه بحته زلوع من دي، وان شاء الله باذن الله ربنا يعمل اللي فيه الخير. شرش الزلوع فيه حمض اسمه فيراليك اسيد، الحمض ده مهم جدا لتوسيع الاوعيه الدمويه خصوصا الموجوده في الاعضاء التناسليه، بالتالي بيحسن القدره الجنسيه للرجال اللي عندهم مشاكل في ضعف الانتصاب. مش بس كده، شرش الزلوع النهارده كمان بيضحي لانه فيه مركبات مضاده لمرض السكر ومضاعفاته. تفتكر خلصنا فوائد؟ والله ابدا، شرش الزلوع كمان بينشط الدوره الدمويه وبيخليها توصل لكل الاطراف بتاعه الجسم. مضاد لامراض الشيخوخه زي مرض باركنسون، بيعالج التهابات المسالك البوليه. متخيل ان الزلوع ده بيطرد الغازات الموجوده في البطن وبيخليك ما تحسش بانتفاخ ولا مغص؟ الزلوع كمان منشط للجهاز العصبي، لو عندك مشاكل في الجهاز التنفسي زي الربو، الزلوع بيساعد في علاج الربو. الزلوع فيه فيتامين A وبي 1 وبي 2 وبي 6، فيه فيتامين C ودي، فيه مغنيسيوم وسيلينيوم وزنك، والتركيبه دي على بعضها من غير زلوع هتخليك زلوع. بالمناسبه لو بتتفرج على اي فيديو على اي منصه وعايز دي ترجمه، سايب لك لينك اب في الكومنتات بيعمل الموضوع ده. نيجي لقطه السعر، وصدقني المره دي هبسطك. شرش الزلوع وزنه خفيف جدا، الكيلو بتاعه عامل 250 جنيه، والكيلو ده كميه كبيره جدا، هتلاقيه عند العطارين الكبار، صدقني ده لازم تجيبه. انا اكيد مش هجيبه مكانك.